فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك تعارض بين حديث إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب وما حصل من شركيات قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ لا، وبعدها لا يزال الشركيات موجودة، لكن أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه رضي بما تحتقرون من أعمالكم. الحديث أخبر أن الشيطان يأس، ليس معناه أن الله أزال الشرك ولا يرجع أبدا. ما قال إن الله يأس الشيطان، إن الله يأس الشيطان وقطع طمعه في المسلمين، بل أخبر أن الشيطان نفسه هو الذي يأس لما رأى قوة الإسلام وقوة الدين، يأس عند ذلك. ولا يمنع هذا أن يوجد من يشرك بالله عز وجل ويستمر هذا، لأن الله جل وعلا يريد بذلك تمييز المسلم من الكافر والمؤمن من المنافق. لولا هذا ما تبين، لولا وجود هؤلاء المشركين والكفرة والمنافقين ما تبين الصادق في إيمانه من الكاذب، صاروا الناس سواء. نعم.